ننتقل إلى ما قالته جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم. قالت إنها لن تغادر مدينة غزة بعد إنذار إسرائيلي، داعية أطراف اتفاقيات جنيف إلى تحمل المسؤولية القانونية لضمان حماية المدنيين والمستشفيات. أضافت في بيان على منصة أكس: تتحمل الأطراف في اتفاقيات جنيف مسؤولية قانونية لضمان احترام الاتفاقيات والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك حماية المدنيين والمستشفيات. من غزة تنضم إلينا نضال فرسخ، مسؤولة الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني. أهلا وسهلا بك معنا سيدة نضال. إذن الهلال الأحمر باقي في غزة بالرغم من التحذيرات الإسرائيلية، هل سيبقى وإن خلت مدينة غزة من ساكنيها؟ معك نبال فرسخ وأنا متواجدة نبال. نعم سيدة نبال. هي العام في غرفة العمليات المركزية التي تقوم على متابعة مجريات الأحداث بكل من الضفة الغربية وقطاع غزة. نعم أصدرنا في الهلال الأحمر الفلسطيني نداء عاجل للمرة الثانية لكل قادة العالم ولكل المؤسسات الدولية للضغط على إسرائيل لوقف قرار الإخلاء. نحن في مستشفى القدس بالإضافة طبعا إلى ثلاثة مستشفيات أخرى في المنطقة المستهدفة وهي منطقة غزة والشمال، فضلا عن مستشفى الدرة الذي خرج أصلا عن الخدمة. تتحدثين فقط عن هذه المنطقة الجغرافية المطلوب إخلاءها عن أربع مستشفيات تحت خطر الإخلاء ومستشفى آخر أصلا خرج عن الخدمة. الوضع الصحي في القطاع وضع صعب للغاية بعد استهلاك المواد الطبية والأدوية وحتى المواد الأساسية كالنفط اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء، وبالتالي عمل المستشفيات كلها باتت تقريبا تم استنفادها بالكامل، وفوق كل ذلك يأتي الآن أمر الإخلاء. نحن في الهلال نرفض أمر الإخلاء، لم نقم بالإخلاء ولن نقوم بالإخلاء. حتى اللحظة تلقينا ثلاث أوامر بالإخلاء وكان القرار واضح، لن نترك مرضانا وحدهم. لدينا في المستشفى 400 مريض منهم على في غرف العناية المكثفة أطفال في الحضانات، لن نستطيع وليس لدينا الإمكانيات الكافية من أجل نقلهم، سيعرض ذلك حياتهم للخطر. طواقمنا لا زالت تعمل في المستشفى في مستشفى القدس تقدم كافة خدماتها الصحية. لدينا المئات من المواطنين نزحوا باتجاه المستشفى بحثا عن ملاذ آمن. نحن كمؤسسة إنسانية لن نتخلى عن واجبنا الإنساني، لن نتمكن لا من إخلاء المرضى ولا حتى الناس ولا الطاقم الطبي. طيب سنبقى مستمرين. نعم سيدة نبال، كيف تتعاملون مع الحالات الصحية الحرجة؟ فقط اسمحي لي، الحالات الصحية الحرجة كما ذكرت هناك أطفال في الحضانات، مع عدم توفر المواد الطبية ولربما حتى الكادر الطبي الداعم لكم في المستشفيات. يعني نحن في الهلال الأحمر لدينا في غزة في قطاع غزة مستشفيين، مستشفى القدس ومستشفى الأمل. لدينا حتى اللحظة 400 حالة في مستشفى القدس، ولدينا في الأمل 200 مريض تقريبا أو أكثر. نركز أكثر في مستشفيات الهلال على التخفيف عن كاهل المستشفيات الحكومية من خلال استقبال الحالات المرضية، الحالات الموجودة في غرف العناية المكثفة، تلك من ذوي أصحاب الأمراض المزمنة الذين كانوا يتواجدون أصلا قبل العدوان، نقوم باستقبالهم حتى يتسنى للمستشفيات الحكومية التعامل أكثر مع الإصابات الطارئة من الجرحى والذين يصابون خلال العدوان. نحن أيضا لدينا عدد من الجرحى بالإضافة إلى المرضى الذين ذكرتهم وعددهم في مستشفى القدس حوالي 400، وبالتالي لدينا أيضا في نفس المنطقة المستهدفة مركز إسعاف الهلال الأحمر الرئيسي المزود لخدمات الإسعاف في المنطقة. حتى اللحظة هناك مئات الآلاف لا زالوا داخل بيوتهم، لم يتمكنوا من الإخلاء لأنه لا سبيل لديهم، لا يعرفون إلى أين يتوجهون وكيف يذهبون في ظل التدمير الكامل للبنية التحتية والشوارع. الناس أصبحوا في حالة من الرعب اليأس، يعني مش عارفين كيف يطلعوا. على العالم أن يعرف أنه في قطاع غزة حوالي بالمنطقة المستهدفة 1,200,000، ما في ولا أي جهة
لا حكومية ولا دولية مسؤولة عن عملية الإخلاء. المواطنين مطلوب منهم أن يخلي أنفسهم بأنفسهم سبب شوارع مدمرة بالكامل، لا وجود للمواصلات، مش عارفين وين يروحوا، لأنه كل غزة بكل بساطة ليس بها مكان آمن واحد. وحتى خلال عملية الإخلاء نفسها تم استهداف عائلات بأكملها داخل سياراتها وهي متجهة نحو الجنوب تحاول أن تجد لنفسها مكان نحو الحياة، ومع ذلك قصفت. وتعاملنا مع هذه الحالات وكانت أغلب الضحايا من النساء والأطفال الذين تم استهدافهم وهم في طريقهم نحو الجنوب. طيب. مطلوب الآن إدخال المساعدات الإنسانية بأسرع وقت ممكن. حتى الآن لم يصل أي نوع من المساعدات لكم سيدة نيبال؟ المساعدات هناك عشرات الشاحنات لا زالت موجودة عند معبر رفح تنتظر الضوء الأخضر من الجهات الإسرائيلية حتى يتم إدخالها. نعمل مع شركائنا في الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، أيضا في منظمة الصحة العالمية، من أجل أخذ الموافقة من الجهات الإسرائيلية حتى يتم إدخال هذه المساعدات. طيب، هذه المساعدات في حال دخلت ستصل لكم وأنتم تقومون بعملية توزيعها على المستشفيات؟ هذا ما كنت أقوله. سيتولى الهلال الأحمر عملية توزيع المساعدات على كل الجهات، كل المستشفيات في قطاع غزة. سنتولى القيام بعملية توزيع المساعدات. الآن مطلوب فقط السماح بإدخال هذه المساعدات الطبية. هناك وعود كثيرة ولكن حتى اللحظة لم يتم السماح بدخولها، لا زالت موجودة على معبر رفح. ماذا عن الكادر الطبي؟ هل تعانون من نقص كبير في الكادر الطبي سيدة نيبال؟ وكيف تتعاملون مع هذا النقص؟ نعم، كوادرنا لا زالت تعمل على رأس عملها، ولكن بالتأكيد كل مستشفيات القطاع، أنت تتحدثين عن ازدياد كبير جدا في أعداد الجرحى والشهداء. في كل دقيقة تصلنا أعداد كبيرة من الجرحى والشهداء بسبب وتيرة القصف المستمر على مدار الساعة. استنزفت المستشفيات، وفوق كل ذلك أصلا خسرنا بعض المستشفيات، إما من خلال القصف والاستهداف أو حتى بسبب نفاذ مخزون الأدوية. وبالتالي الوضع بالتأكيد هو صعب للغاية. حتى نحن كطواقم الإسعاف حتى اللحظة منذ 9 أيام لم يغادر ضباط الإسعاف مراكز الإسعاف، لم يغادروا بالمطلق، لم يستطيعوا حتى العودة إلى بيوتهم والتواصل مع عائلاتهم، رغم أنه من بينهم من تم هدم المنزل ومنهم من تم تهجير عائلاتهم. وبالتالي بالفعل هناك تحدي بالتعامل مع هذا العدد الكبير من المصابين والجرحى. خدمة الكهرباء ما تزال متوفرة في بعض المستشفيات وإن كانت من مولدات تابعة للمستشفى وليس من يعني القطاع. صحيح، يعني دعيني أتحدث عن نحن في الهلال الأحمر، يعني حتى اللحظة ورغم أنه كان لدينا أصلا مسبقا مخزون من الوقود، لدينا مستودعات كبيرة جدا في القطاع فيها مخزون جيد من الأدوية والمستلزمات الطبية، ولكن مقارنة بحجم حالة الطوارئ التي نحن بها، حجم الأزمة، حجم الإصابات والجرحى المستمر على مدار الساعة، أيضا هذا المخزون لن يكفينا طويلا في حال لم يتم إدخال المساعدات. مخزون الوقود يعني ممكن أن يكفينا ليوم إضافي فقط يعني على الأكثر، وعند نفاذ مخزون الوقود لن تكون لدينا القدرة على تشغيل سيارات الإسعاف من أجل الوصول للمصابين والجرحى ونقلهم، أو حتى من أجل تشغيل مراكز الإسعاف ومركز الاتصال المركزي أو حتى المستشفيات الموجودة لدينا في القطاع. طيب، حتى الآن هل هناك يعني هل تقومون في المستشفيات التي ما تزال تعمل ولم تخرج عن الخدمة بإجراء عمليات كبرى؟ هل ما يزال هناك مخزون من مادة المخدر لإجراء عمليات كبرى مثلا سيدة نيبال؟ يعني كما ذكرت كان لدينا قبل الأزمة مخزون من الأدوية والمستلزمات الطبية، ولكن الموجود حاليا في مخازننا لم يكفي كثيرا، يعني فقط لبضعة أيام
وعند نفاذ هذا المخزون لن يكون بإمكاننا الاستمرار بتقديم خدماتنا، والأهم الآن الوقود. مخزون الوقود لا يكفي أكثر من يوم، وفي حال نفاذه بالفعل بدون كهرباء لن تستطيعي عمل أي شيء، وبدون الوقود اللازم لتشغيل سيارات الإسعاف لن نستطيع القيام بخدماتنا الإسعافية في القطاع. لازلنا نعول على المجتمع الدولي والمؤسسات الشريكة في ظل هذه الورود بإدخال المساعدات في أي لحظة. ننتظر ونتمنى أن تتم عملية إدخال المساعدات الطبية والإنسانية سواء اليوم كحد أقصى، حتى يتسنى لنا وغيرنا من المستشفيات العاملة في القطاع من الاستمرار بتقديم خدماتنا الصحية. شكرا جزيلا لك من غزة نبال فرسخ، مسؤولة الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني، على كل هذه التوضيحات.